كيف أتخلص من الرياء في الصدقة؟ اسأل الله أن يخلص أعمالك له. وقد ورد في الباب حديث فيه أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له مثل ذلك، فقال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن هذا الحديث لا يثبت سنده، لكن إذا قلتيه كدعاء لا بأس. جزاك الله خير يا محمود بن إبراهيم الشرقاوي.